إسماعيل من مارتيل، عاش المغرب موحدا من طنجة للقويرة. عاش الملك ويي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 ي
السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، ديعت لكم جميعا كنحييكم كل واحد باسمي في اي مكان كنتو ازول في الله. بدايه كنتمنى ان الفيديو هذا يلقاكم بصحه وبعافيه وتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كذلك عندي واحد الرجاء الاخوان والاخوات اللي ما مشتركينش في هذه القناه المتواضعه، كنتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس، وكنشكركم على اختياركم للمشاهدة هذا الفيديو هذا. كذلك بغيت نقول للناس اللي متبعين هذه القناه واللي عندهم علم بديك الحمله ديال رفع العلم المغربي ان الحمله مازال مستمره، واللي بغى يشارك يرسل لي المقاطع ديال الفيديو على الشاكله اللي شاف في مقدمه الفيديو يرسلهم لي باش نديرهم ان شاء الله في واحد الفيديو ختامي اللي نجمع فيه كاع هاد الناس اللي شاركوا في هذه الحمله هذه، باش نعطي واحد الرساله للشباب والاجيال اللي جايه ان المغاربه خصهم يعتزوا بعالمهم ويعتزوا بلادهم، وان الوطنيه راه جزء لا يتجزأ يعني من 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 شخصيه الفرد، وان الا بغينا نبنيو بلاد متقدمه ونحلوا المشاكل ديالنا الاقتصاديه ولا اخره، خصنا اولا نفتخروا ببلادنا ونحبوا بلادنا باش نعطيوها. اخواني نهار السبت مشيت لواحد المدينه في الوسط الالمان سميتها فايمار. هذه المدينه يمكن هي اللي جا منها غوته، فولفغانغ غوته، الاديب الالماني المعروف. مهم شديت الطريق ضربت تقريبا شي سبعة سوايع ديال الطريق بالسيارة، رغم ان لوطوروت والسرعة ما محدوداش. مهم الله يخلف طحنت ليسانس ومشيت. علاش مشيت لتما؟ مشيت باش نشوف واحد المعسكر نازي سميتو بوخنفالد. هاد بوخنفالد هذا انا شحال هادي يعني شي 6 سنين ولا 7 سنين كنت كنقرا عليه وكنت كنسمع عليه وكنشوف عليه افلام وثائقيه هنا في الالمان، وكان واحد المعسكر نازي رهيب. كانوا كيمشيو يجيبوا دوك بين قوسين دوك كيسميوهم هما المحتجزين، ولكن هما دوك العبيد كيجيبوهم من اوروبا الشرقيه ومن الروس روسيا دوك الدول اللي احتلهم هتلر، كيمشيو كيجيبوهم لهاد بوخنفالد هاد المعسكر هذا، وتما كيقوموا بتجارب علميه عليهم طبيه بالاساس، كيشوفوا الاراس وكيشوفوا هادو واش بنادم ولا حيوانات والاراس ديالو. المهم هذاك الحماق ديال هتلر كان مهووس بواحد الايديولوجيه ديال الجنس الاري انه هو راه يعني الالمان او الالمانيين هما الطوب ديال الطوب، يعني ارقى الاجناس، والباقي كلهم يعني اجناس هجينه. فكانوا كيجيبوهم لتما وكانوا كيقوموا بالابحاث عليهم باش يبينوا نظريه ديال هتلر. هذا الفيلم كله باش يبينوا ان هذه النظريه ديال هتلر صحيحه. ف شنقول لكم 4000 متر مربع، يعني شنقول لكم راه واحد انا عيد، راه ما كملتوش كله، راه صورت شي لعيبات ولكن ما كملتوش كله عيد. دخلت راه هذاك النهار بعد الليله اللي قبل تمتعت سهرت وبت في الوطيل وداك الوطيل اللي عاودت لكم اللي لقيت فيه ديك الاذاعه الجزائر، خرجنا سهرنا ضحكنا، نط في الصباح فطرت في الوطيل خرجت مشيت لتما لحد في الدخله كيبان لك واحد بحال لاكار ديال التران. هذاك لاكار هو المكان
الاول اول محطه ديال دوك مساخيت الوالدين اللي غادي يحكم عليهم القدر يجيبهم لتما. دوك الناس مساكن اللي يعني عاشوا هذه المأساة ديال بوخنفالد، هذاك لاكار. دوك يجيو الدول من الاتحاد السوفيتي 50 دولة قالك، يعني الناس اللي دازوا في هذاك المعسكر النازي ناس من 50 دولة، حتى الامريكانيين دوزوا ما يطير من 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 تما. فكانوا كيجيبوهم لتما عبر القطارات، ومن تما كتبدا الرحلة الطويلة والمؤلمة ديال هاد الناس اللي مروا من تما. 266,000 شخص اللي مر من تما، وانا شد هذاك داك الافران اللي قالوا كيحرقوا فيها دوك الناس. ف شيء مروع وشيء فظيع، وشفت بزاف ديال الامور اللي ممكن ليش نخرجها في اليوتيوب. وهذا الفيديو هذا غير بغيت نتكلم على واحد الموضوع ونستشهد بهذا الموضوع هذا ديال زيارتي لهذا المعسكر، لانني انا ناوي ندير واحد الوثائقي على هذه القضيه دي. كاع داك الماتيريال اللي صورت غندير عليه واحد الوثائقي غادي نشرو في هذه القناه، وغادي نحكي هذاك الحكايات ديال دوك المعتقلين اللي دازوا من تما. ولكن ما نديرهمش في هذه القناه، غادي نديرهم في يوسف لاين كريمي، يعني يوسف لاين الجريمه، القناه الجديده اللي باغي يشترك فيها راه الرابط لتحت. غادي ندير سلسله على هاد بوخنفالد، يوميات بوخنفالد، وتشوفوا الجرائم، وتشوفوا هاد اللي كيقول لك حكام عرب ديكتاتوريين وداكشي، يبانوا فلالس يبانوا فلالس قدام هتلر، يعني ما يخلعوا حتى الصباط ديال احد الجنود ديال الاس اس شوت الشطافل اللي كانوا تما. دوك الجنود داك هذاك الشرطه السريه الرهيبه ديال ادولف هتلر اللي كانت تما، اللي كانت شاده داك المعسكر، يعني هاد الحكام العرب الكبير فيهم اللي كيخلع ما يخلع الصباط ديال واحد من شوت الشطافي. دوك الجنود، وشفت حتى شي اللباس ديالهم والعصا، حتى الصفاره ديالهم باش كيصفروا مخبينها تما. مورينا داك واحد المعرض كبير جمعين فيه داكشي، ومستعملين داكشي ديال داك النوي ميدين، داكشي جديد، داك الاعلام الرقمي الجديد، موظفين داكشي بالصوره وبالصوت. فانا فاش دخلت تما وشفت هذاك شفت هاد الفضاعات، شفت اعتراف المانيا بخطأها التاريخي. المانيا اعترفت قال لك انا نحنا قمنا بجرائم بحق الناس، وحنا كنوريكم ها شوفوا شنو درنا، ها شوفوا ها دايرين لك معريض، جمعين فيه كلشي، حتى دوك حتى الحوايج، حتى الحوايج ديال دوك اللي كانوا مشدودين تما، دوك الاواني ديال الماكله باش كياكلوا تا هما جمعينهم تما، كلشي جمعينهم تما. وكيوريوك ها شنو درنا الناس كاعتراف بالخطأ. ورغم انني حزنت بزاف على هذا التاريخ الاسود ديال المانيا وهادشي اللي داروا في الناس، رغم انني افتخرت انني عايش في هذه البلاد وانني حامل الجنسيه ديال هذه البلاد، افتخرت ان المانيا يعني براغماتيه، المانيا اعترفت بالخطأ ديالها على عكس دول اخرين بحال مثلا فرنسا. هذا هو السبب اللي خلاني ندير هذا الفيديو هذا. شو دابا فرنسا محتفظه بالجماجين ديال الجزائريين في معريض. هاد بوخنفالد، هاد الموزيوم هذا اللي دخلت ليه، هاد المعرض هذا اللي دخلت ليه اللي حاطينه في هذوك، حيت هذاك كلشي يدمر في الحرب، هاد بوخنفالد كلشي يدمر، بقات تقريبا شي 4 البنايات. البنايه اللي بقات صحيحه هي اللي داروا فيها هذا المعرض هذا،
ففاش كندخل تما كيقول لك عندك دير شي ضحكه ولا دير شي حاجه. دخلنا صمت رهيب احتراما داك المكان، قدسوا داك المكان. شوف فرنسا جايبه جماجم وحطاهم في معرض بحال كتفتخر بالجرائم ديالها. هذا هو السبب اللي خلاني ندير هذا الفيديو، هذا ندير مقارنه ما بين الالمان وفرنسا. فرنسا كتعترف اننا حنا مشينا مشينا قطعنا الريوس ديال الناس في الجزائر وجبنا الريوس ديالهم وحطيناهم. رغم الاختلاف السياسي اللي يكون بيني وبين الجزائر انا كمواطن مغربي، رغم الاختلاف، لكن هذه جريمه ضد الانسانيه. هذوك الناس دوك الجزائريين اللي ماتوا راه ضحايا، الله يرحمهم. يعني فين هو احترام لادميه الانسان؟ فين؟ شوف المانيا كيفاش كتحترم الانسان، وشوف فرنسا كيفاش كتحتقر دوك الشعوب اللي استعمرتهم، وكيفاش كتعالى وكتفتخر بالجرائم ديالها. على عكس المانيا اللي كتعتذر وكتقول لك حنا سمحوا لينا حنا غلطنا وهذا الخطا ديالنا ونبنيو مستقبل جديد. لكن المشكل فين كاين؟ علاش المانيا اعترفات بالخطا ديالها؟ لان المانيا لقات شعوب حيه. الضحايا ديال المانيا شكون هما؟ هما الروس، هما الدول ديال اوروبا الشرقيه. لكن الضحايا ديال فرنسا شكون؟ الضحايا ديال فرنسا باش يمشيو يجيبوا الحق ديالهم وياخذوا اعتراف او الاعتذار ديال فرنسا بالجرائم ديالها، مشاو صارعين لنا حنايا بوليزاريو ومقابلين المروك. فرنسا لقات شعوب ميته من الاخر، اسمحوا لي مع احترام هادي، لقات شعوب حيه. شعوب الحيه هي اللي كتنال الكرامه ديالها. راه ماشي عيب انك ان يجي شي واحد يستعمرك، ماشي عيب انك تعرض للاضطهاد، لكن العيب انك تنسى هادشي وتمشي تدخل في التفاهات وتسب في المغرب وتصنع بوليزاريو وتقابل المروك حقا راه المغرب سلموا واحد الطياره فيها المجاهدين والمغرب راه ما نعرف جمعنا في 54 والمغرب ما عرفتش شنو دار المغرب. وهادشي كدير فرنسا. فرنسا عندها الجماجم ديال الشهداء ديالكم. يعني حنايا المغرب واش درنا داكشي اللي دارت فيكم فرنسا؟ علاش مقابليننا حنايا ومخلينا هاد الجرائم؟ انا اقسم لكم بالله العظيم انا حزنت، بقى في الحال كمواطن مغربي بقى في الحال، علاش فرنسا تشد هذوك الجماجم وتحطهم في معرض الانسان قال لك، وسكتاتهم 21 جمجمه مؤخرا وكذا. لا لا، على المانيا فاش دخلوا الحلفاء، دخلوا لهاد بوخنفالد نيت هذا اللي مشيت ليه، راه لقاو الهياكل العظمية. انا شفت بعيني التصاور، شي تصاور ما كاينينش في الانترنت، شفتهم تما حاطينهم في واحد المعرض، ما يمكن لياش نبينهم هنا. راه شي حوايج يا راه حتى الوصف ما نقدرش نوصفه. وكاينش المانيا عندها العظام وعندها، علاش ما تاخذش هي العظام تبنادم وتحطو؟ دونك شنو هو الفرق ما بين النازيين وما بين هاد الحكومات اللي كانت مستعمره المغرب ومستعمره الجزائر في عهد في الحقبه الاستعماريه؟ ما كاينش الفرق. الاخرين شادين الناس، كيجيبوا الناس من اوروبا الشرقيه، النازيين كيجيبوا الناس من اوروبا الشرقيه وكيعذبوهم وكيحرقوهم وكيديروا عليهم الابحاث العلميه والطبيه باش يشوفوا، باش يقولوا ان راهو مع ارقى الاجناس ودوك الاجناس الاخرين راه حيوانات. وفرنسا حتى هي شاده الجماجم الناس باش يعني باش تقوم، قال لك الغايه طبيه وغايه علميه والبحث العلمي وداك الشيء. دونك راه بحال بحال. دونك شنو كيختلف؟ شنو كيختلف؟ اولا شنو الاختلاف اللي كاين ما بين النازيين وما بين الحكومات اللي كانت حاكمه فرنسا؟ بلد الانوار وبلد الثقافه وبلد ما نعرف شنو وبلد شنو.
وهذا خطا فادح كتقوم به فرنسا. فرنسا خصها تعترف بالخطا ديالها لان الشعوب كاعية عليها، وهادشي راه معروف. فرنسا خصها تعترف، خصها تبني صفحه جديده مع الدول ديال افريقيا، خصوصا تمشي على خطى المانيا. المانيا واخا قالك راه مطوره، قدات الامور ديالها، تصالحات مع الناس، عوضات الناس، بدات المستقبل غادا في البحث العلمي وغادا في التقدم وفي التطور. المانيا غادا في واحد التطور رهيب علمي، وانتم غادي تشوفوا يعني شي حوايج راه مخك يحبس. فاحنا شعوب ميته، هاد الغباء ديال هاد الجنرالات وهاد الغباء ديال الدباب الالكتروني الجزائري اللي يمشي يكافح على كرامه الشهداء ديالهم ويدافع على كرامه بلادهم ويجيب الاعتذار ديال فرنسا. حنا ما نقولش تعويض كما دارت المانيا مع اليهود. المانيا راه كتعوض اسرائيل حتى 2050، من 1950 حتى 2050، 100 عام تعويض كيمشي لاسرائيل على الجرائم اللي دارت في حق اليهود، 6 مليون يهودي اللي حرقات، وفتا داك البعريض راه شد شي متعلقات ديال اليهود 6 مليون. انا ما نقولش تعويض، نقول غير اعتذروا الجزائر والمغرب. حتى حنا تعنيد راه استعمرونا هما والصبليون وداروا فينا الجرائم وداروا فينا الويل كحل. ولكن حنا ماشي شعوب باش نتحدوا باش نبنيو واحد الدوله بحال الاتحاد الاوروبي وبحال هذا ونساو الخلافات ديالنا تبعين التفاهات وتبعين تحرير الشعوب والصحراء الغربيه والصحراويين وما نعرف شنو هاد التخربيق ديال الخوال خاو. مع الاسف واسف وفي الاخر الاخوان، هذا الحجر هذا اللي كتشوف قدامكم هذا رجبتو من تما والله كنشم فيه ريحه الدم، اقسم بالله كنشم فيه ريحه الدم. هذا الحجر ديال داك بوخنفالد، تحياتي لكم وانا عاد في فيديو جديد. شكرا.